فتحي متمسك باستمرار مع النادي الاهلي، ده امر معروف يعني، وصبحي يرفض العقوبه. خلينا في حته احمد فتحي، طبعا هو الراجل متمسك لكن لسه في امور تفاوضيه، بكره هنشوف هتخلص على ايه. الاهلي متمسك واللاعب متمسك، ان شاء الله باذن الله الموضوع يخلص بكره باذن الله تعالى، والمدير الفني كمان متمسك باحمد فتحي طبعا. فيما يتعلق بصبحي يرفض العقوبه، مفيش حاجه اسمها كده في النادي الاهلي، مفيش حاجه اسمها ان انا اتعاقبت فانا اقول لا انا مش عاجبني العقوبه دي والكلام من ده. الخبر ده غير حقيقي طبقا للي احنا نعرفه يعني. في خناقه حصلت، او في مشاده، مش عايز اقول خناقه، مشاده حصلت ما بين اليو بادجي ورمضان صبحي، نتج عنها ايه؟ عقوبه من كابتن سعد عبد الحفيظ مدير الكوره. كابتن سيد بلغ اللاعبين بالعقوبه، فبالتالي مفيش اي حاجه في اتجاه ان اللعيبه معترضه او كلام من ده. دايما في النادي الاهلي كل واحد عارف دوره، انت غلطت اكيد هتتعاقب. ما اعتقدش كمان ان رمضان بصراحه، ما عنديش معلومه اكيده في الجانب ده تحديدا بصراحه، لكن ما اعتقدش ان هو هيعترض على العقوبه يعني، مفيش الكلام ده في النادي الاهلي. غلطت بتتعاقب، ده طبيعي طبقا لوجهه نظر المسؤول يعني او الجهاز الفني. تعالوا نروح للشروق، وكورونا يعطل مفاوضات الاهلي مع هدرسفيلد بشان رمضان صبحي. خليني اقول لحضراتكم ان المفاوضات مع النادي نفسه ما بداتش بشكل رسمي مع هدرسفيلد، احنا عارفين الموضوع كورونا ده طبيعي جدا ان هو يعطل يعني، لكن طبقا لتصريحات نادر شوقي وكيل اللاعب قال ان الاهلي فتح الملف ده معاه واتكلموا في موضوع شراء رمضان صبحي، لكن في انتظار الجديد خلال الفتره اللي جايه لما يبقى في تفاوض مباشر مع هدرسفيلد. العالم كله دلوقتي يعني ما فيهوش اي نشاط ولا في اي تواصل بسبب موضوع كورونا، والكل ملتزم في بيوته، فبالتالي الموضوع طبعا متعطل شويه، لكن الاهلي بيرغب في شراء رمضان صبحي. ده امر تاني، الاهلي بيرغب في شراء رمضان صبحي. الامور التفاوضيه بقى دي لسه في علم الغيب، ما نعرفش ايه اللي هيحصل، لكن الرغبه طبعا موجوده عند النادي الاهلي، ده امر مؤكد. كمان واحنا بنتكلم على جريده الشروق وبيتكلموا على احمد فتحي تاني، وحديث خلال الفتره الحاليه على الملف ده بعد ما تم فتحه بشكل مناسب، واحنا كنا دايما بنقول لحضراتكم في وقت مناسب هيتم فتح فيه ملف التجديد. بقى لنا 4 أيام في القصة دي، إن شاء الله تخلص بكرة بشكل كامل بكل نتائجها. فبيقول لك إن عرض بيراميدز يضغط على النادي في مفاوضات تجديد فتحي. فتحي أكيد عنده عرض من بيراميدز وغير بيراميدز، طبيعي يعني لما يبقى عندك أحمد فتحي متاح قعده بيخلص، مش هيجي له عروض؟ لا هيجي له طبعا عروض، ده أحمد فتحي. فبالتالي يقال بقى إن بيراميدز عارضين كتير وكلام من ده على اللاعب وبيغروه كده. النادي الأهلي عنده حدود معينة في المبالغ المالية في العقود مع لاعبيه، هيتم عرض الامور دي على احمد فتحي. انا عارف جدا ان احمد فتحي متمسك باستكمال مشواره مع النادي الاهلي. هيحصل ايه بقى في سير المفاوضات؟ ده اللي هنتابعه باذن الله بكره، واكيد في حلقه بكره هيكون في جديد في الموضوع ده باذن الله، يكون حسم قبل الحلقه ونعلن لحضراتكم كل الامور الرسميه باذن الله تعالى. هنا بيقول لك 22 مليون جنيه عقد وليد سليمان الجديد، ماشي، تكهن او اجتهاد وبحث التصعيد ضد عقوبه كهربا، لسه في دراسه بالنسبه للموقف ده. احنا عارفين يوم الخميس اللي فات تم تقليص عقوبه كهربا ل 10 مباريات بس بعد ما كان موقوف لاخر الموسم، برضه عقوبه في الحقيقه كتيره قوي يعني. في ناس عملت حاجات اكتر من كهربا وافعال مشينه وتعاقبت 8 ماتشات بس، مش 10 ماتشات حتى. لكن هنشوف اللي هيحصل خلال الفتره الجايه، والملف محل دراسه اكيد بالنسبه للمسؤولين في النادي الاهلي. دي كانت